هقول لكم على السؤال الأسبوعي اللي جايزته إن شاء الله هتبقى 2000 جنيه. في أي نادي شهير بيلعب لاعب الكرة ميسي؟ ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، بي اس روما. النبي ما عارفة بي اس روما دي ايه؟ بي سي روما بايه؟ زي ما انت عايز يا استاذ، تحت امرك يا استاذ. هتبعتولنا طبعا من خلال الكنترول وعلى الاس ام اس، وقدامكم فرصة لحد يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء إن شاء الله هنعلن عن اسم الفائز أو الفائزة معنا بالجائزة الأسبوعية.